اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية من جديد، ويمكن ما عنديش كلام تاني اقوله بعد التقرير، ويمكن ببقى عاجز عن الكلام اللي هيكون معايا ضيوف ورموز نادي الزمالك. فتعالوا بقى نرحب بيهم. كابتن منصور حافظ يا كابتني، اهلا منور وسهلا، الدنيا ومنور قناتك وبيتك، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، ونكون خفاف كده على الجمهور اللي بيتفرج علينا دايما يعني. يا رب يا كابتن. وايضا نجم نادي الزمالك كابتن ايمن مشالي يا كابتن، منورني. اهلا امينه، وانا سعيد ان انا معاكم ومع الكابتن منصور طبعا، لانه انا عاصرته وهو مدير فني للقطاع الناشئين، وكنا بنتكلم دايما على اسامه فيصل وعلى بعض اللعيبه في الناشئين عندنا، وانا سعيد ان انا معاكم يعني. ويمكن شرف لي وجود الله يخليك. حضراتكم معايا النهارده. ويمكن البدايه عايز ابدا مع كابتن منصور. نادي الزمالك قبل سوبر افريقيا كنا قلقانين شويه من السكواد، وقلقانين شويه من العناصر اللي موجوده في الفريق، وحاسين ان احنا محتاجين تدعيمات. جوزيه جوميز مع خبرات نادي الزمالك فرض شخصيته وجرأته جوه الملعب وسيطر على المباراه. شفت ازاي اداء نادي الزمالك من اول مباراه سوبر افريقيا؟ خلينا نبدا من ورا. والله زي ما حضرتك بتقول، يعني الفترة اللي نادي الزمالك قبل ما يلعب السوبر الأفريقي كانت فترة مقلقة، يعني تقلق جمهور الزمالك، ولكن يعني متعمق في الأداء الفني والأداء التكتيكي والمهاري والبدني بتاع فريق الزمالك، لا كان بيبقى مطمن، عشان يعني مباراة السوبر الأفريقي مع الأهلي ليس لها معيار أو مقياس قبل المباراة. فأنا واحد من الناس كنت متوقع إن الزمالك هيعمل مباراة كويسة. ده سببها إيه؟ الدافع النفسي. ده مهم جدا. يعني مع اللعيبة زي اللعيبة، مفيش فرق. لكن عند الدافع النفسي كانت عند لعيبة الزمالك قوية جدا في السوبر الأفريقي. فعشان كده نزل يعني أبهر الجماهير كلها من أداء تكتيكي عالي، من لياقة بدنية، من عزيمة. يعني كانت اي كره مشتركه، لو حضرتك ترجع للماتش، اي كره مشتركه كان معظم الكور لعيب الزمالك اللي بياخدها. الكره الثانيه دايما بتاعتنا، دايما الكره الثانيه بتاعتنا بالظبط. دي كان سببها الدافع النفسي وعمليه انسان بقى ايه، اكون او لا اكون بقى. فكان ودي لعيبه الزمالك، لعيبه الزمالك يعني في الوقت اللي الناس تحس ان هم لا ده قلقانين، لا بيدوا بيعطوا، وبيبقى حاجه جميله جدا في المباراه دي.